ساتلايت كوميونيكيشن بعد، يبحثوا عنه على الانترنت لقيتوا ارسلوا نسخه منه. في تور دي فرانس طبعا ساتلايت كوميونيكيشن مئات المراجع، الكتب موجوده متوفره في مكتبتنا في الجامعه، موجود بعض الكتب بالساتلايت. دينيس رودي موجود، ساتلايت كوميونيكيشن سيستم تكنيكس اند تكنولوجي ايضا اظن موجود. المتطلب السابق للماده طبعا هذه ماده سيستم، لما نصل لمرحله سيستم عاده نحتاج يكون نعتمد على كل المساقات اللي اخذناها سابقا، بس مين اللي احنا نحتاج في هذا المساق اللي هو الالكتروماتكس بشكل عام اللي هي 307 وممكن يكون 407 اذا كان ماخذ الواحد يكون افضل. اخذتوا 407 يا شباب انتم؟ غلبنا لا نعم ما اقصد اخذتوه الريدي ويب بروباجيشن 407 اخذتوه ولا لا؟ مو كنا دكتور يعني انا مثلا في بعض اخذ في بعض ما اخذ، هو نازل الان المفروض بعض اخذه 407. يعني اذا كان واحد عنده معلومات يكون افضل، بس 307 فيها الاساسيات ممكن الواحد بكل سهوله يفهم المطلوب. وطبعا ديجيتال كوميونيكيشن نحتاجه لانه شغلنا معظم راح يكون على في الديجيتال كوميونيكيشن rather than analog communication. هاي معلومات عن موجودة، التليفون الإيميل موجود، التليفوني موجود دائما في عندك، التليفون الجامعة والمكتب موجود طبعا ما نحتاجه الآن. الكلاس كيجول زي ما هو نازل في الجدول من 11:30 ل 12 للوحدة إلى ربع، في أوفيس أور طلب منه وضعها مش عارف كيف نرتبها، اللي هي حطة بالمندي وينزدي من 10 ل 11:30. الشبات اللي راح نغطيها اللي هي طبعا اوفر فيو ساتلايت كوميونيكيشن شابتر 1، طبعا كلها راح اريح عبد الرحيم. عبد الرحيم معنا الفصل هذا؟ لا دكتور بنزلها الفصل الجاي. مش منزلها، لاحظت اسمه مش موجود، بس انا على كل حال يعني النوتس عاملها من الفصل الماضي السنه الماضيه، كنت كاتبها كتابه على الكمبيوتر وحطيت الصور فما احتاج ان نعمل يعني تبييض المحاضرات، فهي جاهزة يعني ما وأرسلت لكم الشابتر الأول اللي هو على الإي ليرنينج. فإحنا راح يكون اليوم طبعا نبدأ بشابتر 1 كمقدمة ونكمل إذا ما خلصنا الشابتر يوم الاثنين القادم. في الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع الأوربيتال ميكانيكس أند لانشرز، هذا الحقيقة المساء أو الشابتر أكثر ميكانيك، يعني ما أخذتوا أنتوا أساسيات إلا إذا أخذت كورس ميكانيك، فبين بقية الشبات كلها أمور مرت عليكم بشكل بصورة ما في في في, في الكورسات المختلفة، بس هذا الشابتر الوحيد يحتاج شوية إن نفهمه، فهذا شابتر 2. وفي عندك الساتلايت سب سيستمز، شو المكونات الموجودة على الساتلايت سواء كان في الإيرث ستيشن أو في القمر الصناعي نفسه، فهذا يسموه ساتلايت سب سيستم. وهذول الثلاث شبات العادة راح يكون الامتحان الميد تيرم، الآن أصبح عنده ون ميد تيرم في نهاية الثلاث شبات هذه. في الساتلايت لينك ديزاين اللي هو تشابتر 4 حاط له ثلاث أسابيع. في الآن لاحظ بقية الشبات الموديليشن اند مالتيبلكسينج تكنيكس، المالتيبل أكسس تكنيكس، الإيرور كنترول تكنيكس، معظمها أخذناها في أو يعني أساسيات اللي هي في الـ 551. طبعا ديجيتال موديليشن تكنيكس وانالوج موديليشن تكنيكس راح اراجعها كلها مراجعه خلال هذا الشباتر. فهي شباتر راح تكون قصيره مراجعه بس يعني اورينتد يعني لتطبيقات الساتلايت. جزء المالتيبل اكسس تكنيكس ما اخذتوها، في شابتر على المالتيبل اكسس، وفي الايرور كنترول تكنيكس اخذتوا انتم شابتر واحد اللي هو في 551، مزبوط هذا الكلام؟ الايرور كنترول تكنيكس اخذته في الديجيتال كوميونيكيشن. اسلم يا شباب، احنا اخذنا الدكتور اللي هو الايرور بروبابيليتي والايرور كوركشن وهاي الاشياء.
دكتور صوتك مش طالع. شباب صوت واضح؟ هيك تمام دكتور، هسه صوتك يرجع يعني انفصل. ها الساعة مسموعة. طيب على كل حال الايرور كنترول كودز احنا نعمل مراجعة، والمالتيبل اكسس تكنيكس يجوز نشرحها شوي شوي من التفصيل، يجوز ما اخذت كل انواع المالتيبل اكسس تكنيكس. ممكن واحد يقول لي ما هي المالتيبل اكسس تكنيكس؟ يعني شو المقصود فيها؟ هو المالتيبلكسنج، مالتيبلكسنج تكنيكس والمالتيبل اكسس ريليتد مع بعض، يعني نفس المالتيبلكسنج تكنيكس هي نحورها بحيث نسميها مالتيبل اكسس تكنيكس. مين يقول لي ما هي المالتيبلكسنج تكنيكس اللي اخذتوها؟ دكتور يعني السي دي ام والاف دي ام. الاف دي ام والسي دي ام والتي دي ام، طبعا التي دي ام اخذتوها في الديجيتال كوميونيكيشن، الاف دي ام اي طبعا نسوي نحولها احنا من مالتيبلكسنج الى مالتيبل اكسس. ف تي دي ام طبعا اف دي ام في الانالوج، والتي دي ام والسي دي ام كل ثلاث انواع هذه راح نشرحها في تشابتر اللي هو 12. في عندك في الاخر اللي هو الاسبوع الاخير راح يكون دايركت برودكاست ساتلايت تلفزيون، بقيه الشباكر في التكست على تطبيقات مختلفه. يعني الاساسيات هي اخذناها في اول 3 تشابترز الاساسيات، والباقي كله عباره والتشابتر 4 طبعا يعتبر اساسي. فكل التطبيقات في الكتاب اللي الشبات الاخيره هي مبنيه على الاربع شبات الاولى، فانا اخترت من بين هذه الشبات الشابتر هو 11 على الدايركت برودكاست ساتلايت تلفزيون، يعني البث التلفزيوني من الاقمار الصناعيه. طبعا قصير راح يكون الشابتر، كل الشبات القصيره. في شابتر على الجلوبال بوزيشن سيستم الجي بي اس، في شابتر على السمول ابيرتشر سيستم الى اخره، فكلها عباره عن تطبيقات مختلفه على الاساسيات اللي اخذها في الشباتر الاولى. فاللي مهتم فرضا في الجلوبال بوزيشن سيستم جي بي اس يستطيع يعني ياخذ الشابتر يقراه، وراح يكون الاساسيات موجوده فسهل جدا انه يفهمه. فانا راح بالتطبيق اللي راح اشرحه في هذا المساق في هذا الفصل اللي هو على الدي بي اس او دايركت برودكاست ساتلايت تلفزيون. الفاينل اكزام طبعا راح يكون بالشباتر المتبقيه اكس ياس تبعاتا، يعني الميد تيرم يغطي الشبات الثلاث الاولى وبينما البقيه تغطي في الفاينل اكزام اللي عليه. طبعا بالنسبه لتوزيع العلامات نفس السياسه السابقه، راح يكون على الهوم ويركس 10% 10 علامات من 100 على التسليم، راح اعطيكم 3 اور 4 هوم ويركس حسب ما نشوف. في كويزز راح نعطيكم اياها 10 علامات، وفي الميد تيرم عليها 30 علامه والفاينل عليه 50 علامه. بقية الـ objectives and outcomes اقرأوها بنفسكم مبينة، وما في شيء إضافي هنا. أي سؤال على الكورس outline؟ متابعيني مع الصوت واضح؟ دكتور معك دكتور تمام. طيب أي سؤال على الكورس outline؟ أي استفسار؟ لا ما في دكتور صار. طيب يلا ننتقل على المقدمة. مبينة عندكم؟ دكتور مبينة. ماشي. بالنسبة للشابتر الأول مثل ما قلنا هو Introduction to Satellite Communication System. ضروري يعني حقا عادة نعتبر أن المقدمة جزء أهم شيء في اي مساق، لان تعطيك صوره متكامله عن شو الهدف من كل هذا الكورس. فالمقدمه مهمه جدا رغم انه ما فيها يعني هالتفصيلات الرياضيه كذا اللي نحتاجها، بس هي تعريف ومهمه جدا ان الطالب يكون عارف هذا المساق اللي بده ياخذه. فنبدا احنا كبدايه نعرف انه في عندنا في الاتصالات في ما يسمى بالكوميونيكيشن شانلز. اي نظام اتصالات مكون من 3 بلوكس. شو هم 3 بلوكس؟ مين يجاوبني؟ أنا بدأ أحب أخذ وأعطي مع الطلاب في المحاضرات، جزء لو كان وجاهيا يكون الأمر حتى أسهل. شو 3 بلوكس؟ ميجر بلوكس لأي نظام اتصالات؟ ترانسميتر وشانل وريسيفر. بالضبط، الترانسميتر سايد، وفي عندك شانل
اشاره تمر من خلال شانل، وبعدين في ريسيفر سايت اللي هو هذول الميجر بلوكس. طبعا كل بلوك راح يكون فيه لطف بلوكس سب بلوكس، راح نشوف احنا لاحقا يعني في الساتلايت طبعا. وهي طبعا مين هي نفس بلوكس في اي نظام اتصالات، ما عدا تعديلات بسيطه حسب نوع نظام الاتصالات. الان الكوميونيكيشن شانل هو الاساسي، والساتلايت كوميونيكيشن سميت على اعتبار انه الشانل ساتلايت. في ترانسميتر في الارض، في ريسيفر ايضا موجود على سطح الارض، وفي عندنا الساتلايت استخدمناه كريبيتر راح نشوف في معلق في الفضاء. فسميت الكوميونيكيشن سيستم على اعتبار الساتلايت مستخدم في هذا النظام. لو كان فايبر نستخدم نسميه اوبتيكال فايبر كوميونيكيشن سيستم، اذا كان اي شيء ثاني نعطيه اسم حسب نوع الشانل مينلي. طيب الان في عندي الكوميونيكيشن شانل تقسم الى تو ميجر تايبس، واير شانلز وايرلس شانلز، يعني القنوات السلكيه وقنوات لا سلكيه، سلكيه ولا سلكيه. لاحظوا الان لما نراجع المعلومات مفروض احنا ماخذين كل شيء تقريبا في المساقات المختلفه، لانه هذا في اخر السنه تقريبا المساق او يعني الانظمه تؤخذ في اخر السنه، فالطالب المفروض يكون عنده باك جراوند في مواضيع مختلفه حتى يستطيع فهمه. فراح نشوف انه ما في شيء كثير جديد في هذا، بس انه يجمع المعلومات من اماكن مختلفه من مساقات مختلفه ونبدا نكون نظام. نتكلم عن سيستم، كلمه سيستم لاحظ مهمه جدا في هذه المساله. فلو جينا على الواير شانلز، اذا المفروض طالب اتصالات اقل ما فيها لو سئل ما هي انواع القنوات الاتصالات يقول لك مقسمه قسمين، اما سلكيه او لا سلكيه، واير شانلز اور وايرلس شانلز. الان احنا نجي على الواير شانلز. شو الواير شانلز اللي قد درسناها؟ وين درسنا اول شيء هذه الواير شانلز؟ بال 307 هي 307 الواير بيرز والكواكسل كيبلز والويف جايدز والاوبتيكال فايبر. ممكن الاوبتيكال فايبر مرات ما تغطي 307، بس رغم انه في 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 الكتاب عاده يغطي في اي كتاب في طبعا الكتب الجديده حاطين سكشن او شابتر على الاوبتيكال فايبر، بس احنا عندنا مساق كامل على الاوبتيكال فايبر بس ما طرحنا الفصل الاول، ما يعني ما سجل فيه طلاب. اذا في عندنا واير شانلز مقسمه واير بيرز كواكسل كيبلز ويف جايدز اند اوبتيكال فايبر. فالاوبتيكال فايبر عباره عن ايضا ويف جايد، بس هي يسموها سيلندريكال ويف جايد، تعامل نفس معامله الويف جايد اللي اخذتوها الريكتانجولر والسيركل ويف جايد اخذناه في 307 الكتروماتكس ماكسويل اكويشن، ونطلع الويف اكويشن ونحلها ونطلع المودز اوف اوبريشن، هذا مثل ما نعمل في اي ويف جايد، بس التعامل هنا بالضوء بدل ما يتعامل المايكرويف شغلنا راح يكون بالضوء، بس على اساس الواحد ياخذ فكره. الان لو بدي اسالكم سؤال قبل ما اكمل، او خلينا اكمل على الوايرلس شانلز. الوايرلس شانلز هو نستخدم امواج كهرومغناطيسيه بدون مش نوت جايدد. النوع الاول نسميه احنا جايدد شانلز، مرات بدل ما نقول واير شانل نسميها guided channel يعني مرشدة، القناة يعني الإشارة أو الموجة الكهرومغناطيسية تتبع مسار الواير المستخدم. الواير ليس طبعا بغض النظر هو واير أو إنه كوكسل كيبل أو ويف جايد إلى آخره، فهذا يسموها guided. unguided اللي هي نستخدم فيها إيش في الوايرلس شانل؟ تابعين ماذا نستخدم؟ طيب والله عندي سؤال، انه الصوت يتقطع. الصوت يتقطع في الوايرلس شانلز، شو اللي يولد هذه او شو المستخدم فيها؟ انتنا. نعم عشان ممكن الانتنا بنستخدم بالضبط الانتنز. احنا عندنا في ترانسميت انتنا ريسيف انتنا، هذه يعني يعتبر جزء من الشانل. اذا ترانسميت انتنا، الان نستخدم انتنز حتى نولد موجات كهرومغناطيسيه انجايدد، مجرد انك تبثها ظل ماشي في الفضاء انت مالك سيطره عليها، بس تقدر توجهها اما بكل الاتجاهات او باتجاه معين. اذا لاحظ في الوايرلس شانلز يجب ان يكون في عندنا تو انتنز، واحده ترانسميتنج انتنا او سيف انتنا، المفروض يكون كومباتبل مع بعض بطريقه ما راح نتكلم عنها ايضا فيما بعد في الشباتر الجايه. احنا نجمع معلومات من مثل ما قلت من مساقات مختلفه. صوتي واضح شباب؟ واضح دكتور كويس، ما نبون كل شويه اذا انقطع او شيء. طيب في عندي الان الشانلز كيف نقسمها احنا الوايرلس شانل؟ نقسمها حسب التردد وحسب طريقه انتشارها.
راديو ويفز مايكروويفز اند لايت ويفز. احنا طبعا كلها نعتبرها امواج كهرومغناطيسيه الكتروماتيك ويفز، بس ممكن تقسم الى راديو ويفز ومايكروويف ولايت ويفز، وهذه كلها مستخدمه الان في الساتلايتس. نستخدم بين التو ساتلايت في الفضاء ليزر لايت، يعني لايت ويفز يسموها كروس لينك، ما يستخدم بسبب توجيه عالي بين التو ساتلايت، فيستخدموا الامواج اللايت ويفز طبعا اما بالانفراريد او في الفيزبل، بالغالب ما في فرق في الفري سبيس. راديو ويفز مايكروويف اند لايت ويف، شو الفرق بين يعني ما لو واحد قال لك عارف الراديو ويفز والمايكروويف شو تقول له يا شباب؟ ما هو الفرق بين الراديو ويف والمايكروويف واللايت ويفز؟ دكتور بس الفريكوانسي، يعني الباند تاع الفريكوانسي. احسنت بالضبط، هو التردد، يعني هو تقسيم بناء على التردد. فالراديو ويفز عاده نعتبرها اب تو 1 جيجا هرتز او اقل. المايكروويف يبدا من 1 جيجا هرتز اب تو 300 جيجا هرتز. اللايت ويف بالتيرا هرتز، يعني 10^15 10^14، يعني نستخدم في الانفراريد. الريموت كنترولز اللي نستخدمها في التلفزيونات هذه كلها عباره عن لايت ويفز انفراريد. اذا التقسيم بناء على التردد، تقسيم بناء على التردد. طبعا في تقسيم تفصيلي راح ممكن نمره فيما بعد لما نجي للساتلايت. الساتلايت يشتغل بالمايكرويف ريجن، انتبهوا للنقطه هذه. الساتلايت يشتغل في المايكرويف ريجن يعني ابوف 1 جيجا هرتز. طيب السؤال الان المطروح، لو واحد قال لك اختار لي واير شانل، شو تختار يعني؟ او اياهم افضل بالحقيقه، حط السؤال بطريقه ثانيه، قارن بين الواير بيرز الكوكسل كيبل الويف جايد اوبتيكال فايبر، اياهما افضل؟ مين يقول لي؟ حسب الابلكيشن دكتور. لا خلينا نقارن بينهم بدون ابلكيشن، يعني انسى الابلكيشن الان. لو قال لك اياهما افضل من هذه القنوات السلكيه الاربعه، الواير بيرز الكوكسل كيبل ويف جايد اند اوبتيكال فايبر، ايهم افضل؟ اوبتيكال فايبر. ممكن الفايبر. على اي اساس انت قلت؟ من جاوب لي؟ اسامه. ايوه نعم. الان لاحظوا النقطه، انتوا اخذتوا كثير من هذه الامور في ال 307، درست الكوكسل كيبل، درست الواير بيرز بالويف جايدز، في ايضا اخذتوا انواع بعض انواعها، الاوبتيكال فايبر جزء ما اخذتوها. بس لما تيجي تعمل، الطالب يجينا من المساقات هذه عارف يجوز تفصيلات كثيره، يعني تفصيلات فنيه او رياضيات، بس لما تيجي للزبده الموضوع يكون يعني يجهله تماما، يعني التفصيل عارفه، بس لما تيجي مثل ما راح اشوف الموديليشن تكنيكس نفس العمليه تواجهتني مع الطلاب، انه ممكن يكون دارس وحال وجاي في الامتحان علامه عاليه، بس في شغلات اساسيه مش فاهمها في هالموديليشن تكنيكس المعين. كذلك هنا مثل هذا المثال الان، لو سالتكم طبعا سؤال لما سالتكم اياه انه حتى انا افضل نوع على نوع اخر من قنوات الاتصال، يجب ان يكون في كرايتيريا، يعني على اساس افضل بينهم، شو البارامترز اللي عاده يجب ان تحدد لاي قناه اتصال؟ شو البارامترز؟ مفروض جاوبوا. سامعيني ولا مش سامعيني؟ دكتور ممكن الباند ويدث والباور؟ مين معي؟ أنا غاز. أنا مش سامع الصوت والله، إذا ما عندي مش صوتك مرة مش واضح. أرفع صوتك شوية بس خليني أفهم. بحكي ممكن على أساس الباند ويدث والباور؟ على أساس؟ مين سمع صوت رغد؟ بتحكي الباندويث والباور. الباندويث مضبوط بالضبط، في عندك تو باراميترز اللي هو الباندويث وهو اساس في المفاضله بين قنوات الاتصال، والنوع الثاني اللي هو نسميه اللوسز، يعني اللوس لكل كيلومتر قديش، يعني احنا عاده نعطي اللوس دي بي بير كيلومتر. طبعا تعاملنا راح يكون في هذا المساق كله بالدي بي وات الى اخره. فأسس المفاضلة دائما في طبعا تو ميجر، وفي أشياء ثانية تأخذ في الاعتبار،
بس أهم شيء عندنا ذكروها تماماً إنك حتى تقارن أو تفاضل بين two channels سواء كان wire or wireless يجب أن تأخذ في الاعتبار إيش الباندويث, what is the bandwidth of the channel, وهذا مهم جداً ولازم يكون عارفين ما هو الباندويث, لأن الباندويث باراميتر مهم جداً يجب طالب الاتصالات يكون عارفه, وراح شغلنا يكون أيضاً عليه خلال هذا المسار. والثاني اللي هو losses, قديش في فقد في 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 هالكيبلز هذه سواء كان الأنواع اللي ذكرناها. مرة ثانية فهمتوا هذه النقطة, يعني حطوا هذه المعلومات في أذهانكم ذكروها, لو ما ذكرتوا أي تفصيلات فيما بعد في هذه طبعا بس تذكروها للامتحان, بس الأساسيات يجب أن تكون واحد واضحة في ذهنه إنه إحنا نفاضل على أساس two major parameters هو الباندويث mainly أولا, وبعدين عندك اللوس. طبعا اللوس يحدد مثل ما قالت زميلتكم رغد الباور, إنه إذا اللوس عالي يجب أن نرفع الباور بشكل كبير حتى تصل للطرف الثاني وتعطينا السنسيتيفيتي المطلوبة زي ما شرحنا في 524 الفصل الماضي. الريسيفر يحدد عادة بالسنسيتيفيتي, ترانسميتر مفروض نحسب الباور اللازمة حتى نرسل هنا باور تو اوفركم ذا لوسز في الشانل. فالباور از ريليتد لان لللوس, بس احنا نحدد اول شيء البارامتر هو ان اللوس بير كيلومتر بالدي بي, بعدين نحسب حساباتنا زي ما حسبنا بال 524, وراح نحسبها الان بالتفصيل احنا في الساتلايت ان نحتاج نعمل في شابتر 3 الباور بادجت او شابتر 4. واذا واضحه الفكره باندويث ولوس. طيب الباندويث بايش يقاس؟ الباندويث شو بالهيرتز, بالهيرتز. طيب ليش احنا نحتاج الباندويث يكون كبير؟ نحتاج يكون كبير. خليني اكد النقطه التاليه انه الباندويث يجب ان يكون as large as possible, يعني كبره قدر الامكان, كل ما كبرنا كل ما صالحنا. واللوس شو نعمل فيه؟ كل ما قللنا نقلله طبعا, الا حتى نقلل الباور ترانسميتد فروم ذا ترانسميتر. اذا انت حط في بالك اذا انه الباندويث يجب ان يزاد واللوس يجب ان يقلل قدر الامكان. طبعا بس الان شرحنا اللوس انه كل ما قللنا اللوس كل ما قللنا الباور ترانسميتد فروم ذا ترانسميتر, وهذا يوفر علينا كوست, انه في النهايه الكوست ايضا ياخذ في الاعتبار. انا ما قلت لك انه ايضا الكوست يجب ان ياخذ في الاعتبار, بس انت في البدايه احنا كانجينير كديزاينر حدد الباندوث واللوس وبعدين نحسب حسابات الكوست. اذا وجدنا انه الكوست عالي ومضطرين ناخذ نوع ثاني ما في مشكله. طيب الباندوث ليش نحتاج يكون كبير؟ لاحظ احنا بدنا نقعد تقريبا نص ساعه على سطرين, مو مشكله انه هذا اساسيات يجب ان يكون فاهم الطالب. ليش الباندوث نزيده؟ كل ما كان الباندوث اكبر انا بسمح لاكبر اكبر كميه, يعني اكبر رينج فريكوانسي انه يمر عبر هاي القناه. مره ثانيه عيد الجمله. بحكي كل ما كان الباندوث اعلى انا بهيك بكون سامح لاكبر رينج ممكن من الفريكوانسيز انه يمروا. شو يعني في ما انت ما استفدنا انه اكبر؟ طبعا راح يكون الباندويث كان كبير راح يكون هي عدد الهيرتز اكبر او الباند اكبر, بس في شيء اهم عرفها بطريقه مور تكنيكال, يعني بدي اياها يعني تربطوها بالهدف من كل نظام الاتصالات. عيد مره ثانيه او واحد ثاني جاوب. يا شباب تقدر تجاوب سهله, ليش نزيد الباندويث؟ أنا مش والله مش في صوت بس مش واضح أبدا بالنسبة لي. أنا سمع جزء بدأ يخف شوية, إذا واحد سامع يجاوب. دكتور رغد أنت رغد بتحكي إنه عشان نزيد عدد اليوزرز. نزيد عدد اليوزرز بدي أيضا تعريف أكثر. الحين خلينا نجاوب, هو إنه كل ما زودنا الباندوث كل ما زادت كمية المعلومات اللي نرسلها بغض النظر يوزر واحد ولا من يوزر. اذا كل ما كبر الباندوث كل ما زاد كميه المعلومات, وانا توفر علي بدي يوزر بالايام ازيد الباندوث ازيد كميه المعلومات وازيد عدد اليوزر يعني تلقائيا. وهذه النقطه ذكروها, اذا الباندوث هو الهدف من زيادته نزيد كميه المعلومات. ارسل 1 ميجا بت بير سكند ديجيتال و1 جيجا بت بير سكند. انا الفايبر الان ارسل عليه تعالوا نرسل 2 تيرا بت بير سكند. الشعيرة الواحدة شعرة حجم رأس شعرة الإنسان نرسل عليها 2 تيرا
تيرا قديش هو تيرا؟ تعرف قديش؟ تيرا 10 قوة 14 أو 10 قوة 15 تيرا بت. يعني لولا الأوبتيكال فايبر ما في شبكة إنترنت اللي الآن نتعامل معها. يعني لا ساتلايت ولا كل أنواع القنوات ما راح تفيدنا. يعني الأوبتيكال فايبر عمل ثورة في عالم الاتصالات، إنه عمل شبكة عالمية تنتقل فيها المعلومات بكميات مذهلة ما كنا نحلم فيها. يعني عشان لما أتكلم عن الشعرة الواحدة تنقل 2 تيرا وأكثر، الآن صار 2 تيرا بت بير سكند، إشي عظيم. فإذا ذكروا هذه المعلومات الباندوث حتى نزيد على كمية المعلومات المرسلة. الآن كل أنظمتنا أصبحت ديجيتال، فنقيسها بالبت بير سكند، هاو ماني بت بير سكند، 1 ميجا، 1 جيجا، 1 تيرا إلى آخره. طيب الآن إحنا شرحنا عن الأوبتيكال فايبر، وهو أفضل شيء طبعا الآن في القنوات السلكية. طيب الواير بيرز، من يقول لي من معلوماتكم في 307 الواير بيرز الكوأكسل كيبل والويف جايد شو الباندوث لهم؟ هذول أيهما له باندوث أكبر من الثاني؟ أيوة ويف جايد. الويف جايد بالضبط، لا باندوث يتعامل بالمايكرويف، أعلى من الكوأكسل كيبل وأعلى من الواير بيرز. أيهما أعلى الواير بير ولا الكوأكسل كيبل؟ أيوة أيام أفضل كواكسل كيبل ولا واير بيرز؟ يا في واحد جاوب؟ جاوبه بقى لو خطأ مش مشكلة. دكتور الواير بيرز ما بذكر إنه مر معنا بال 307. الواير بيرز هي السلكين، السلكين عاديات. يعني أنا أو يعني بلشنا بالأنظمة الاتصالات بالتليفون 1876. أول ما استخدموا الواير بيرز واستمرت ليلة 1935. يعني ما كان في كوأكسل كيب ولا ويف جايد ولا في شيء، كان واير بيرز. الواير بيرز سلكين مثل أسلاك الكهرباء اللي نقول فيها. واير بيرز مرات يسموها تويستد بيرز، تويستد سلكين ملفوفات على بعض. هذا الطريقة اللي بدت فيها الكهرباء ننقلها من خلال أسلاك سلكين يسموها واير بيرز. ترانسميشن لاين اللي عادة لما نعمل إحنا لما أخذته في 307 التحليل كان على الواير بيرز، تو ترانسميشن لاين بينهم مسافة والكروس سكشن، هذا خطوه بالتفصيل أخذناه ولا لا؟ دكتور أخذناه. ما احنا بلشنا بالترانسميشن لاين، أنا مدرس تقريبا معظم مساقات الاتصالات، فكنا ندرس الواير بيرز ونشتق معادلة الويف إكويشن على الواير بيرز، سلكين يونيفورم طبعا المسافة بينهم ثابتة الكروس سكشن الوايرز معين، هذا هو ما يسموه واير بيرز. مرات احنا الآن لأغراض معينة نلفهم على بعض نسميها twisted pairs. الآن خلينا نستعجل شوية. طبعاً أقل شيء الواير بيرز أو twisted pairs الباندوث لها أقل شيء ما يتجاوز 1 2 3 ميجا هيرز، ممكن بتحسينات معينة يرفعه أكثر. طبعاً بعد الكوأكسل كيبل ما يتجاوز 1 أو 2 جيجا هيرز الباندوث له. الويف جايد أعلى وثم الأوبتيكال فايبر طبعاً أفضل. يعني الترتيب هذا يعني 100% هو التطور التاريخي، واير بيرز كوأكسل كيبل ويف جايد، بعدين في 1975 ظهر الأوبتيكال فايبر. فالتطور التاريخي هذا هو. فطبعا الأقل الواير ثم الكوأكسل ثم الويف جايد يزيد. بس أيضا اللوسز مشكلة. الويف جايد رغم الباندوث لها عالي، اللوسز فيها عالية جدا الويف جايدز، فما يستخدموها المسافات طويلة. إذا ما تفكر يوم من الأيام تستخدم ويف جايد مثلك ويف جايد حتى تنقل معلومات، لأنه اللوسز فيها عالية أعلى من الكوأكسل كيبل. فما يستخدم، بس الواير بير استخدمت في البداية، كوأكسل كيبل مستخدم لحد 1980 واستمرت لما ظهر الأوبتيكال فايبر استبدلوها بالأوبتيكال فايبر. بعدين ويف جايد يستخدموها فقط من ترانسميتر للأنتنة مسافات قصيرة، لأنه الباندوث فيها كبير بس أنه حتى ينقل المايكرويف ريجن. يعني الويف جايد يستخدم للمايكرويف وليس لللو فريكوينسي، لأنه في كاتوف فريكوينسي معينة ما يشتغل إلا بعد ما يتجاوز الكاتوف فريكوينسي. هذا أخذته أيضا في 307. خلصنا من هذا الموضوع الواير بيرز. يعني هذه معلومات مراجعة حتى نرسخ في ذهنكم المفاهيم العامة اللي هي مفروض المهندس الاتصالات يكون عارفها. أما أنه عارف تفصيلات كثيرة عن كوأكسل كيبل والويف جايد واشتق المعادلات وكتب ماكسويل إكويشن وحللها، وبالنهاية ما يعرف الزبدة الموضوع أنه قديش الباندوث لها وكم اللوسز اللي فيها. طبعا احنا أخذنا اللوسز في الويف جايد في معادلات أنا كنت ندرسها وأكيد درستوها. طيب نيجي للوايرلس شانلز. الوايرلس شانلز قسمناها بناء على
على ايش؟ على التردد. اقل من 1 جيجا اعتبرناها ريد ويفز، اكبر من 1 جيجا اب تو 100 او 300 جيجا هرتز مايك ويف، واللايت ويف بالعشرة قوة 15. الان مين يقول لي اياهما له باندوث اعلى؟ هذه نقطة بعيدا المهندسين كثير يجهلوها، اياهما له باندوث اكثر، كلها تستخدم الكتروماتيك ويفز، كلها نفس الالكتروماتيك ويفز، يعني اي او اتش تنتشر بسرعة نفس السرعة، كل الأمواج انتبهوا في الفراغ تنتشر بنفس السرعة في الأتموسفير، يعني في يعني تقل بشكل بسيط بسبب الانتراكشن مع الأتموسفير أو الريفراكتيف إندكس للأتموسفير. What will be the bandwidth على bandwidth في هذه الأنواع الوايرلس شانلز؟ اللايت ويف. اللايت ويف ليش؟ ممكن لأنه سنسرة الضوء عالية، اللي هو قدرة مرة ثانية. مين معي الجو؟ مين معي؟ فؤاد. فؤاد فؤاد جاوبني، يعني جواب يكون دقيق، يعني على أي أساس قلت اللايت ويف الباندوث الأعلى؟ هيك ما أنا بعرفها من طيب خلينا نلقى المايكرويف والريدويف أيهما أعلى؟ المايكرويف والريدويف مو في كراتيريا مفروض أنت يعني تبني، يعني الجواب يكون مبني على شيء معين. في ناس يجاوب السؤال هذا؟ بقية الشباب تقدر تجاوبوا؟ الحقيقة في قاعدة احنا عندنا في المفروض أنها مرت عليكم بشكل ما، أنه كل ما زاد التردد كل ما زاد الباندوث المحمل عليه. هل أستطيع أحمل أنا على 1 ميجا هيرس إشارة تلفزيون؟ يعني لو كان عندي الكارير، طبعا إحنا تعاملنا بال 450 و 550 رياضيات، يعني زمول حبطرش على قولة المثل، يعني درسنا رياضيات كثيرة بس مرات الرياضيات ما تفيد لما كنت فاهم الزبدة من هذه الرياضيات. يعني استخدم كارير اللي هو اف سي. الان لو كان الكارير 1 ميجا هرتز هل استطيع تحميل اشاره تلفزيونيه عليه؟ تقدر تجاوبوا؟ مين يجاوب على هذا السؤال حتى نصل للنتيجه؟ الحقيقه ما استطيع، لانه الباندوث للتي في سيجنال 5 ميجا هرتز على سبيل المثال حسب النظام، طبعا 5 ميجا هيرتز. وشرحت لكم اياه الجزء هذا في ال 524 تذكروا، اعطيناكم فكره عن الاوديو والفيديو الى اخره قديش الباند، وحتى نعمل ديزاين للسينثيسايزرز اللي هي شرحناها في احد الشباتر. فال 5 ميجا هيرتز هل تستطيع تحميل 5 على 1 ميجا هيرتز؟ مين يقول لي؟ لا مستحيل، بدك تكون حتى ما يصير اوفرلابينج. لاحظ انت في الفريكوانسي سبيكترم لما تحط الكارير تحط حواليه مثلثين أبر سايد باند لور سايد باند، فلو حطيت الخمسة ميجا هيرتز في اللور سايد باند راح تصير بالجهة النيجاتيف، بدك تدفع الواحد ميجا هيرتز الكارير بحيث على الأقل يكون خمسة ميجا هيرتز، يعني يجب يكون أقل شيء الكارير خمسة ميجا هيرتز حتى تقدر تكون اللور سايد باند تبدأ من الزيرو. متخيلين معي لو كان إحنا أشرح على اللوح الأمر هين جدا. فبس ساعات القاعدة عندنا يجب أن يكون الكارير أعلى بعشر مرات من الباندوث، يعني الباندوث 10% هذا أعلى شيء من الكارير حتى يكون الموديليشن تكنيك يزبط معانا سواء كان أنالوج في غير. واضحة الفكرة؟ فإحنا يجب الباندوث يتناسب مع الكارير، كل ما زاد الكارير كل ما زاد الباندوث المحمل عليه. يعني لو كان 1 ميجا هيرس أحمل عليه 10% قديش يعني؟ 100 كيلو هيرس. طيب لو كان عندي 100 ميجا هيرس الكارير أحمل عليه 10 ميجا هيرس، لو كان 1 جيجا هيرتز احمل عليه اللي هي 10% على شيء 100 ميجا هيرتز. اذا ذا هاير ذا كارير ذا لارجر ذا باندوث وذا ايزير ويل بي ذا موديليشن دي موديليشن للسيجنال. اذا الان نقدر نحكم على الان بناء على هالمعلومه هذه وذكروها جيدا انه الراديو ويفز راح تكون اقل شيء، انه الكارير لها ما يتجاوز 1 جيجا هيرتز، المايكرويف من 1 جيجا تبدا اعلى فيعطيك مور باندوث، ذاك نستخدمها في الساتلايت احنا ونستخدمها في انظمه كثيره. في اللايت ويف 10 قوة 15، ولذلك عندك اللايت ويفز يحمل حجم معلومات ضخم جدا.
يعني لو اخذت 10 قوه 15 خذ 1%. احنا عاده مرات نستخدم 1 2% حتى يكون الامور اسهل، فيعطيك هيوج باندوث. وضحت الفكره؟ اذا هذه الان المقارنه بين الشانلز الكوميونيكيشن شانلز المختلفه. نذكر مره ثانيه انه الباندوث هو الاساس في اختيارنا للشانل، وكذلك اللوسز انها تحدد المسافه بين الريبيترز. بس كلمه ريبيترز هذه ذكروها، انه الريبيتر احنا مرسل مشاره من غرب اوروبا الى امريكا، المسافه بحدود 4000 5000 كيلومتر. هل نستطيع ارسالها على كواكسل كيبل او اوبتيكال فايبر مره واحده، ولا نحط ريبيتر؟ نحط ريبيترز كل خمس في الاوبتيكال، كل 50 كيلومتر. في الكواكسل كيبل القديم ما كان تجاوز 5 كيلومتر، وكان تغلبوا. اول كواكسل كيبل تم مده في المحيط الاطلسي بين امريكا الشماليه طبعا وغرب اوروبا 1955، وكان كل 3 أو 5 كيلومتر في حط ريبيتر طبعا تحت البحر، فكانت مزعج جدا مكلف جدا. الاوبتيكال فايبر حل المشكله بسبب اللوسز القليله فيه، فصار المسافه توصل 50 حتى 100 كيلومتر بين الريبيتر والريبيتر. الريبيتر هو انك تاخذ الاشاره الضعيفه وتعيد تكبيرها وترسلها مره ثانيه اللي مش عارف ما هو الريبيتر. فاللوس يلعب دور كبير جدا في تحديد ايضا نظام الاتصالات. اي سؤال على هذا الكلام؟ طيب الراديو ويف بروبوجيشن ميكانيزم الان، هذه طيب ايضا مهمه جدا بالنسبه لنا في حتى نفهم ليش اخترنا او ليش فكروا في الساتلايت في البدايه، يعني كنظام اتصالات. يعني في مشكله واجهتهم، مشكله كبيره مهندسين الاتصالات، بحيث اضطروا انه يفكروا باستخدام الساتلايت. لو كانت المشكله هذه ما كانت موجوده ما فكروا في الساتلايت ابدا. طيب اللي اخذوا 407 اظن مر عليهم هذا الكلام، الراديو ويف ويفز بروبوجيشن ميكانيزم او راديو ويف بروبوجيشن ميكانيزم. كم واحد ماخذ ال 407 شباب؟ مين اخذ او من ما اخذوا؟ مين ما درس 407؟ دكتور احنا انا اخذته. مين معي؟ بشار جود. بشار وغيره مين اخذ يا شباب؟ بس اذكروا فؤاد. انا اخذته دكتور فؤاد. ايوه البقيه انا اخذت دكتور اسامه. كلكم كم من ما اخذ؟ الدكتور البشار. نعم انا منزل المساق هذا الفصل. كويس مين معي؟ مين؟ فيصل. فيصل منزل الفصل هذا. اه طيب احنا الان في عندنا ما يسمى الراديو ويف بروبوجيشن، تدرس بالتفصيل في مساق 407. طبعا احنا ما اخذناه في 307، بس هذا ايضا بالنسبه لنا يعني مش شيء اساسي انك مش ماخذه، بس يصير تصور المهندس او الطالب اللي ياخذ معي المساق يكون اسهل للموضوع. بس بالنهايه مش هالشيء يعني راجعه في الشرح. في عندنا 3 طرق لانتشار الموجات. في نوع يسموه جراوند ويف او سيرفيس ويفز. هذه طبعا انا اول شيء اذكرها الثلاثه، جراوند ويف وسيرفيس ويفز الى اسمين، في سكاي ويفز وفي عندك سبيس ويفز. اذا في 3 تصنيفات راح تاخذوها، اخذتوها ب 407 307. بس الغريب انه مره انا يعني سالت الطلاب انه ما هي الانواع، في بعضهم يقول لك يعني كان مش سامع فيها او انه ناسيها. انت سمعتوا فيها الثلاث تصنيفات هذه؟ ايوه فؤاد. فؤاد نعم دكتور سمعنا، اخذنا مره ثانيه تصنيفات. اخذتوها الثلاث تصنيفات هذه؟ ما يعني ذكرت هيك كمعلومه كما لا مش معلومه، مش معلومه مشكله، ما ذكرت كمعلومه، فلان درسناها بالتفصيل. السكاي ويف والسبيس ويف مواصفاتهم عاد الشابتر ال 407 او كتاب ال 407 يغطي الانواع هذه. طيب خلينا النادي بغض النظر، هي مرات ما اقول لك يعني مرات احنا ناخذ تفصيلات كثيره وما ننتبه للعنوان. يجوز الجراوند ويف سيرفيس ويفز لها تيبلز ولها كيرفات نعمل ديزاين للنظام عليها. انا درست المساق هذا اكثر مره، وكنا نشوف نعمل اساسا في الرادارات بدنا نستخدم، ففي طرق معينه حتى نبني على التصميم عليها بناء على نوع الويف اللي هي المفروض تكون من نوع سبيس ويف وليس البقيه.
الجراوند ويف سيرف ويف هي الويفز اللي تتبع سطح الارض. احنا القاعده انتبهوا شباب بتفهمكم هذه الاساسيات مهم جدا بالنسبه لهذا المساق، انه الامواج الكهرومغناطيسيه في الاصل الامواج الكهرومغناطيسيه في الاصل تمشي خطوط مستقيمه، يعني مجرد طلعت من الانتنه تمشي بخط مستقيم. واضح الفكره هذه؟ هذه قاعده ذهبيه انه الامواج الكهرومغناطيسيه مجرد انها اطلقت من الانتنه تول ترابل ان ستريت باث، يعني بخط مستقيم ماشي. هذه القاعده. طيب احنا كنا شغالين نير ذا ايرث سيرفيس قريب من الارض في ظواهر، هذه اللي ظواهر ندرسها احنا وين بالكتاب 407 الريد ويف بروبوجيشن، انه الامواج تتصرف الان حسب ترددها تتفاعل مع الارض نفسها، تتفاعل مع الارض فتصير في عندك ظواهر اللي هي صنفناها بناء عليه اللي هو نوع الموجات جراوند ويف. الجراوند ويف او سيرفيس ويف من اسمها واضح انها تمشي مع سطح الارض، تتبع سطح الارض، ما تمشي خط مستقيم. ظاهره غريبه بس مفروض اللي اخذ 407 يستطيع ان يفسر هذه الظاهره بكل، يعني مفروض انه يفسرها. هو ليش اخذ المساق؟ ياخذ كوس راديو ويف بروبوجيشن ما يعرف. طبعا الراديو ويف بروبوجيشن فيه نص انتنه، هو اصبح انتنه عند راديو ويف بروبوجيشن، نغطي الانتنه اولا ثم نشرح الراديو ويف بروبوجيشن. مزبوط هذا كلام؟ دكتور اول انتنه، انتنه وبعدين نغطي الراديو ويف بروبوجيشن. مش عارف يجوز بحسب اللي درس الماده ممكن يلحق مرات يشرح بعض الامور او ما يشرحها. طيب مين يقدر يقول لي منكم اللي اخذ المساق ليش الامواج الكهرومغناطيسيه اللي تحت تردد معين هو اقل من 3 ميجا هرتز يتصرف انه يمشي مع، ما يمشي بخط مستقيم، it follows the curvature of the earth. وهذا شيء عجيب انه الموجه في الاصل تمشي بخط مستقيم، شو خلاها تمشي بحيث انها تتبع سطح الارض؟ وهذا كان لها فائده كبيره جدا ولا زال لها فائده. يعني الظاهره هذه انها قد تكون مرات سيئه وما تكون حسنه بالنسبه لنا كمهندسين اتصالات. مين يقول لي شو تفسير هذه الظاهره؟ هو الهدف من العمليه لازم نفسر الظاهره كيف ليش تحدث. في احد منكم يقدر يفسرها؟ ولا واحد؟ شباب ما سمعت فيها. تسمعكم انتم سامعيني ولا مسامعيني؟ انا فؤاد ما سمعت فيها صراحه. ما سمعتوا فيها؟ انا لا لا قصدي انه يعني السبب اللي انتم كجراوند ويف مفروض ذكرت، بس انه شو سبب الظاهره. احنا في 307 درسنا ثلاث ظواهر رئيسيه حاول اذكركم فيها. في عندك ريفلكشن، ها ريفلكشن وريفراكشن وديفراكشن. سمعتوا في التسميات هذه؟ دكتور هذول الريفلكشن سمعتوا فيه. الريفلكشن انعكاس، يعني لما تسقط الموجة على حد فاصل بين تو هوموجينيس ميديوم ميديا تول ريفلكتد باك. الريفراكشن شو هو؟ الريفراكشن اذا الريفلكشن كل واحد يعرفه، وحتى انتم المفروض عارفينه من التوجيه. الريفراكشن اللي يسموه الانكسار بالعربي اللي بينعكس بزاويه، لا هو يعني الانكسار ينفذ من بين التو ميديا، بس لما يخرج الميديم الثاني ينكسر بزاويه في اللي هو سنيلز لو. سمعت في سنيلز لو؟ مفروض يعني فهذا عرفنا احنا الريفلكشن والريفراكشن، الصوره واضحه. ايضا لو انه على اللوح انا الواحد يشرح ويبين الديفراكشن، هذه الظاهره سمع مين يعني سمع فيها الديفراكشن؟ الديفراكشن احنا نسميه الحيود بالعربي، الحيود. ديفراكشن ظاهره مهمه جدا في الكهرومغناطيسيه. تفسير سيرفيس ويفز هو انه يصير في حيود للموجه، يعني الموجه لما تجي على سطح اوبجكت اذا كانت طول الموجه كومبارابل تو ذا اوبجكت سايز ات ستارت تو ديفراكت، يعني تحيد عن مسارها وتمشي مع موازيه للسطح اللي هو عملها الديفراكشن. ظاهره لها رياضيات معقده جدا، انا ما فهمت في تفصيلات، اخذت مساق
في الدكتوراه في جزء منها شرح الدفلاكشن، بس فيها تفصيلات كثيرة جدا، بس إنه أقل ما فيها نعرف هذه الظاهرة. الدفلاكشن هو الحيود، إنه المودة تستحيد عن مسارها تتبع مسار الأوبجكت اللي هي near it، يعني الأنتنة قريبة من سطح الأرض، فيصير في تفاعل بين الأرض وبين الموجة، فيصير ظاهرة الحيود diffraction، فit follows the earth surface، فهذه ظاهرة تسمح لنا إن الموجة تمشي لمسافات طويلة تتبع سطح الأرض، بس على شرط يكون الفريكوانسي، كل ما قلت الفريكوانسي كل ما زاد الحيود. احنا أقل طبعا أعلى شيء لازم يكون 3 ميجاهرتز، بلو في الميديا في اللو فريكوانسي أو الفيري لو فريكوانسي تمشي مسافات طويلة جدا. إذا the lower the frequency the larger will be the diffraction، وصير الموجة تتبع الأرض بشكل مسافات أطول. في هذا النظام يستخدم الآن إنه في محطة ميديوم ويف فرضا في إذاعة القرآن الكريم في الرياض على مسافة فوق 1000 وكذا كيلومتر، الأرض كروية. صحيح بدي أذكر الآن إنه الأرض عندنا أرض كروية، وهذه دائما كل شغلنا أصلا مبني على هذا الأساس، إنه أرض كروية الشكل، وكل في ديزاين أو الشباتر كلها الشابتر الثاني أو راح يكون الثاني والثالث أظن نأخذ في الاعتبار هذه الكروية في design of the system اللي هو satellite system. إذن الأرض كروية، فبسبب الحيود تستطيع الموجة أنها تتبع الأرض تصل مسافات بعيدة، فتقدر تسمع محطة بث إذاعي من مسافة 1000-2000 كيلومتر بسبب هذه الظاهرة، ولا زالت موجودة محطات البث الإذاعي الأرضية موجودة ما انقرضت، نسمع من مسافات بعيدة بسبب في الميديوم ويف طبعا من خلال ما يسمى بالجراوند وسيرفيس ويف. طيب السكاي ويفز سمعتوا فيها؟ السكاي ويف هي اللي ترتد من طبقة الأيونسفير، في طبقة من طبقات الجو هي طبقة متأينة بسبب أشعة الشمس، منها طبعا طبقة الأوزون، فيتأين فيصير في أيونات في الطبقة هذه فتعكس، يصير تفاعل. طبعا أيضا دراسات معمقة موجودة على الموضوع هذا، دراسة طبقة الأيونسفير وعم التفاعل بين الريدي ويفز وبين الأيونسفير أو الأيونز، فيصير في ارتداد ريفلكشن. السكاي ويف هي الموجات ترسلها فوق ترتد مرة ثانية للأرض، هذه الأيونسفير ما يعكس إشارات إلا أقل من 30 ميجاهرتز، إذا زادت عن 30 يخترق، وهذا لصالحنا أيضا إنه الساتلايت موجود معلق فوق الأيونسفير، فلحسن الحظ إنه الأيونسفير ما يعكس الإشارات إلا أقل أكثر من 30 ميجاهرتز. بس السكاي ويف نستخدمها أيضا لمسافات الراديو، كانوا يستخدموها لمسافات بعيدة، لأنه تنعكس من الأيونسفير ترتد تصل مسافة بعيدة، ممكن أرسل من الشرق الأوسط إلى أمريكا من خلال طبقة الأيونسفير، بينما الميديا ويف ممكن ما تصل هذه المسافة. فإذا هذه فادتنا كثير، درسناها إحنا حقيقة في أجيالنا درسناها بالتفصيل، المفروض أنها تدرس أيضا يعني لأنها كانت مستخدمة بكثرة. الآن السبيس ويف هذه اللي إحنا راح نستخدمها هي ترافلز إن ستريت لاينز، هو في الأصل كل الموجات تمشي بستريت لاينز، بس إحنا لما نشتغل نير ذا إيرث إذا كان تردد أكثر من 30 ميجا هرتز يمشي بخط مستقيم، يعني ما يتبع كروية الأرض، فيجب أن تراعي هذا في عين الاعتبار لما تعمل الآن ديزاين للسيستم سواء كان ساترايت أو غيره. وضحت الفكرة؟ هذه ثلاث أنواع، هذا نسميه إحنا line of sight LOS line of sight، يعني يجب أن يكون في رؤية بين الترانسميت أنتنة والريسيف أنتنة، إذا ما كان في شيء يحجبها يعني جبل في الطريق ما راح يصير في نظام اتصالات، يعني يجب أن يكون line of sight، تذكروا هذه القاعدة، هذا نستخدمها أيضا في أنظمة كثيرة. إذا space waves هي النوع الثالث، طبعا إحنا على أساس نشتغل على سطح الأرض، أما إذا شغالين بالفضاء كل الموجات تمشي بسبيس ويف، ما في شيء اسمه سكاي ويف ولا جراوند ويف، اما حنتكلم احنا ان ذا فاسينيتي اوف ذا ايرث، يعني على سطح الارض او بالقرب من الارض. هذه عندك البرايمري بروباجيشن مودز اللي احنا ذكرناها، اظن شرحت انا هذه المفروض حطيت الصوره وكان اشرح. الجراوند ويف لاحظ هي الترددات الاقل من 3 ميجا هرتز، نستخدم الاي ام ريدز كلها تستخدم، والاتش اف اكروس تاون تمشي لاحظ تتبع مسائل كروية الأرض. Space wave بين two antennas يجب أن يكون في عندك line of sight، أقصى مسافة في المايكرويف سيستم، إحنا نستخدم مايكرويف غير الساتلايت، ما تجاوز 70 كيلومتر بسبب كروية الأرض،
أما إذا في جبل طبعاً أكيد بدك تحط على رأس الجبل حتى تستقبل إشارة بعدين ترسلها للطرف الثاني. يعني أنا أتكلم الآن عن تضاريس سهلية رملية أو ما في أي يسموها ما في جبال، فلازم يكون في الرؤية مباشرة line of sight بين التو أنتنا. النوع الثالث الثاني إحنا كنا حاطينه هو عندك sky wave اللي راح يصير في reflection، هي الحقيقة مش reflection هي reflection وليس refraction. Reflection from the atmosphere makes worldwide communication possible. أرسل المسافات قبل ما اخترع الساتلايت، أرسل الموجات للأينسفير ترتد إلى الأرض وتقطع مسافة إلى حساباتها. مفروض أيضا ترجع كتاب الراديو ويف، مفروض أنه في شرع عنه. الآن قلنا إحنا السكاي ويف ما تسمح لأكثر من 30 ميجاهرتز، بس أنا بدي أرسل كمية معلومات أكبر فلازم أزيد الكارير. فإذا زدت الكارير راح الموجة ما تمر على الأينسفير، ما تنعكس، تخترق الأينسفير ظل طالعة برا، فما استفدت منها. فبدي وسيلة إني أرجعها للأرض مرة ثانية، فاستخدمنا الساتلايت. ولاحظ الساتلايت عبارة عن ريبيتر معلق في الفضاء، ترسل إشارة له يستلمها ثم يعيد إرسالها مرة ثانية للأرض. الآن أقدر أوصل لمسافات كبيرة جدا، راح أشوف هذا بالتفصيل بسبب إن ارتفاعه ممكن أقل شيء يكون 500 كيلومتر عن سطح الأرض، وفي عندك على ارتفاع 36,000 كيلومتر في الجيوسينكرونس ساتلايت. هذه يعني فكرة سريعة عن الأنواع البروبوغيشن. ليش احنا مضطرين للساتلايت؟ لسبب هذه المشكلة. هذه صورة ثانية ممكن توضح أيضا المسألة. الويفز مقسمة نفس الرسمة السابقة، هاي الانسفير، في عندك الجراوند الايرث which is spherical، في عندك الأمواج تكون إما line of sight space waves أو sky wave ارتدت من الانسفير، أو إنها ground waves تحت السهم الخط المتعرض اللي surface wave مكتوب. وحط لك كل التردد عن الترددات ال VLF والLF والMF. ما هي هذه؟ شو هي اختصارات؟ ليش يا شباب خدتوها؟ مر معكم اختصار ليش VLF LF MF؟ شو معلوماتكم؟ Very low frequency medium frequency. كل واحدة لها رينج. يعني medium frequency من 300 كيلو هرتز إلى 3 ميجا هرتز اللي ذكرناه قبل شوية. low frequency من 30 أظن إلى 300 كيلو هرتز وهكذا. المفروض أحط أترك رسمة للسبكترم بس على كل حال ما هي مشكلة. VHF اللي هي very high frequency هذه تبدأ من 300 من ال 30 ميجا هرتز. ال VHF تبدأ من ال 30 ميجا، آسف مش من 30، من 3 ميجا هرتز إلى 30 ميجا هرتز. إذا ال VHF هي من 3 إلى 30 وترتد من طبقة الأينسفير. السوبر هاي فريكونسي أعلى من 300 ميجا هرتز، أعلى من 300 ميجا هرتز. أعلى من إيش قلنا؟ أعلى من سوبر هاي، ما مش متذكر الآن، بس أي شيء فوق 30 راح يمشي بخطوط مستقيمة. يعني أي شيء أعلى من 30 ميجا هرتز ما قدرت يمشي على كسيرفس ويف ولا كسكاي ويف، ما في أمامك إلا أنه يكون في رؤية مباشرة بين التو أنتنز أعلى من 30 ميجا هرتز. هذه الآن مش عارف ليش حط رسمتين، هذه هي نفسها ولا لا؟ هنا بقى في فرق بين المظهر ولا لا؟ في ترددات موجود فوق، اسف انا اضفت اضافه. هذه نفس الرسمه بس في عندك الان في فوق موجود، حطينا الترددات لكل نوع من انواع البروبوجيشن. اذا هذه الحقيقه ريدندنت يعني الرسمه هذه. طيب نبدا ب اي سؤال شباب قبل ما ننتقل هذا؟ اي سؤال هنا؟ اخذتوا فكره كويسه عن الموضوع، عن فكره الراديو بروبوجيشنز شباب؟ تمام دكتور. بس بدي اعرف انكم موجودين، يعني ما يعني او صوته ما راح.
يعني اخذتوا فكره تفهمكم يعني ليش احنا بنستخدم الساتلايت، يعني شو شو السبب الرئيسي اللي خلانا نبحث عن الساتلايت. يعني ما في وسيله، او خلينا اعطي بس فكره سريعه ايضا او في الهيستوري. كان التليفون تم اختراعه، اعطيتكم مقدمه جيده في في ال 524 عن الهيستوري للكوميونيكيشن والالكترونكس. هنا مجوز ما اعطيت الهيستوري للموضوع بشكل كامل، بس اتكلم عن الساتلايت فيما بعد. الحد 1000 التليفون تم اختراعه 1876، تم استخدامه 1876 لسنة 1955 ما كان في وسيلة انه يعمل انترناشنال تليفوني. تخيلوا التأخير قديش، يعني من اختراع التليفون 1806. انا بدي اعطي الشرح هذا وبعدين اوقف، المرة الجاية نكمل عن الموضوع، نبدأ بالساتلايت او التعريف الساتلايت. يعني من 1876 اختراع التليفون الى 1955 او 1950 ما كان في وسيله انه يكون في خدمه هاتفيه بين القارات، خاصه بين امريكا الشماليه واوروبا، انه اكثر حركه بينهم. تقدر تفسروا لي شو السبب ليش ما كان في وسيله بناء على هالمقدمه اللي اعطيتكم اياها عن انواع البروبوجيشن ميثودز؟ يعني للاسف مساله كانت جديه ومشكله، كانت يعني مشكله المشاكل بالنسبه لمهندسين الاتصالات، انه امن الاتصالات بين قارتين او بين اللي هي في مسافات بعيده بحريه بينهم، ما يقدروا يامنوها بطريقه اللي هو بالطريقه السلكيه. تقدر تشرحوها؟ بدي واحد ريحني شويه على صوتي شويه نبح، بدي عندي محاضره ثانيه على على الوحده. يا شباب تقدر تفسروا ليش صار في تاخير يزيد عن 75 سنه، ما استطاع مهندسين اتصالات يامنوا خدمه هاتفيه بين اوروبا وامريكا بشكل يعني رسمي، يعني انه يصير في مكالمات، رغم التلفونات كانت شغاله على كل قاره امريكا بين كل مدنها موجوده لحد 1950. اوروبا نفس العمليه، وعندهم في الشرق الاوسط، بس ليش بين امريكا وبين اوروبا اللي بينهم محيط الاطلسي ما كان في خدمه هاتفيه؟ ما في من سامعيني ولا مسامعيني؟ سامعينك دكتور بس قاعد شوي بس. نعم سامعينك بس قاعدين نفكر شوي بالجواب. يلا فكروا بناء على الشرح اللي شرحته طبعا. اللي ماخذ مساق 407 مفروض يعني يصير عنده الامور يعني تفسير سهل بهالمعلومات اللي طبعا بسيطه اللي اعطيتك اياها، هي المفروض انه كان طالب عارف تفصيلات اكثر عن الموضوع. يعني الكلام اللي ذكرته هو عباره عن شرح عام خصائص الموجات بدون تفصيل الاشياء اللي اخذناها، طبعا تفصيل انك تاخذ عن كل تردد وشو المشاكل المختلفه الى اخره. خلينا اجاوبكم على السؤال هذا اذا ما عندكم جواب. الجواب انه انا بدي ارسل مكالمه تلفونيه، اما ارسلها سلكيا او لا سلكيا، صحيح؟ اما ترسلها سلكيا او لا سلكيا. في الفتره هذيك الاوبتيكال فايبر ما كان موجود، كان في الواير بيرز وفي الكواكسل كيبل. المشكله انه المسافه بين امريكا، اقرب نقطه في شرق امريكا كندا، امريكا الشماليه اتكلم انا بشكل عام، وغرب اوروبا فرنسا اظن او نعم غرب اوروبا، المسافه قريبه من 4000 كيلومتر. فبدك تمد انت كيبل بحري، هذا كان تحتاج لطف ريبيترز، كان واير بيرز في البدايه. يعني 1935 ما كان في كوكسل كيبل، حد 1935 ما كان في عندي كوكسل كيبل، كان في عندي واير بيرز سلكين، فاسلاك فيها اللص عالي والباندوث قليل فيها، فما يعني التفكير فيها كان يعني مشكله انك تستخدم انت واير بيرز. فكروا بالكواكسل كيبل في البدايات، كانت مساله تقنيه مزعج جدا ان احط ريبيتر كل 2 كيلو او 3 كيلو مسافه 4000 كيلومتر، بدي اغذي كل ريبيتر بالكهرباء، الريبيتر ما يشتغل
احنا نتعامل مع كهرباء، فالريبيتر في الكترونكس مفروض انه يعني تعطيه طاقه حتى يشتغل الريبيتر. وفي حين كان الريبيتر عباره عن فالفز، تذكروا في ال 524 عملنا مراجعه كانت الفالفز لحد 1948 50 وبعدين ظهر الترانزستور، فالفالفز تستهلك باور عالي جدا، فاذا ما كان انك تعمل ريبيتر من الفالفز عمليه يعني شبه مستحيله. يعني فكانت المساله ما في حل. اذا سلكيا ما كان في حل لهالمساله بسبب المشاكل التقنيه اللي ذكرت لك اياها. لو جينا الان على الامواج الكهرومغناطيسيه اللي الوايرلس سيستم، في عندي لاين اوف سايت، هل استخدم لاين اوف سايت؟ جاوبوا لاين اوف سايت يعني يكون سبيس ويف، اسف يعني سبيس ويف، هل استخدم بين احط انتنه غرب فرنسا موجهه باتجاه شرق امريكا على مسافه 4000 كيلومتر، هل استطيع اني ارسل سبيس ويف؟ تقدر تجاوب الان بناء على الشرح اللي شرحته قبل شويه دكتور. طيب انه ما بيصير في انترفيرنس لما مثلا لما احط هيك يعني سبيس ويف، ما بيصير في عندي انترفيرنس بين الموجات؟ يعني لا انسى، ما في انترفيرنس، انا اقدر اعمل انترفيرنس محليا. مشاكله عندنا ملايين الاف الموجات موجوده الان في الفضاء وما في انترفيرنس، نشتغل على ترددات مختلفه. لا اتكلم الان بناء على الشرح اللي شرحته، لو بدي احط انا استخدم سبيس ويف هل استطيع او ما استطيع؟ هذا لازم نجاوبوه، ولأن كل شرحنا بناء على 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 هذا الكلام اللي شرحناه، هل استطيع استخدام سبيس ويف بين غرب اوروبا وشرق امريكا عبر المحيط الاطلسي على مسافه 4000 كيلومتر او لا؟ جاوب، في حد يجاوب؟ هي مستحيل، لانه عندك الانتنة زي تكون عاليه جدا، ارض كرويه والارض قطرها 6370 80 كيلومتر راح نستخدمه في حساباتنا. في الارض كرويه بدك ترفع الانتنة عشرات او مئات الكيلومترات فوق حتى يصير في رؤيه مباشره بين التو انتنة بسبب كرويه الارض. اذا مشكله المشاكل عندنا الان هي كرويه الارض، فما مستحيل تعمل لاين اوف سايت سبيس ويف، انه الانتنة راح تكون فيري هيوج، مستحيل تبنيها إذا كانت ارتفاعها 100 كيلومتر، نحسبها بكل سهولة. هي المسافة، أقصى مسافة أصلاً في المايكرويف الآن هي 70 كيلومتر، فما بالك لما يكون عندك 4000 كيلومتر، فنو وين نستخدم سبيس ويف؟ هذا أول مشكلة. طيب المشكلة الثانية السيرفيس ويف، هل نستطيع استخدامها؟ هل نستطيع استخدام السيرفيس ويف؟ ممكن، إنه عندك يعني مبدئياً ممكن الويف تمشي مع سطح الأرض، ممكن أرسلها من أوروبا إلى أمريكا تتبع سطح الأرض. بس شو المشكلة؟ إنه عندك التردد السيرفيس ويف ما يتجاوز الفريكونسي 3 ميجا هرتز، فأنا بدي أعمل تليفون نظام تليفوني، فراح تكون عندك مشكلة بالباندويث أو بالعدد المكالمات. المشكلة الأكبر الباور اللازمة، السيرفيس ويف أصعب ما فيها إنه الباور اللازمة عالي جدا، صحيح تمشي مع سطح الأرض بس تحتاج باور بالميجاوات، فهذه أيضا راح تكون مشكلة. أيضا صار في عندنا مشكلة فنية، أول شيء كمية المكالمات على الكارير الواحد، بعدين الباور العالية في الترانسميت أنتينة ترانسميتر سايد حتى يصل لمسافات 4000 كيلومتر ممكن يحتاج 10 ميجاوات، وهذا صعب جدا. إذا هذه أيضا ما كان في قدر يستخدموها مهندسين اتصالات. طيب السكاي ويف، مين يقول لي سكاي ويف هل أستطيع استخدامها؟ آخر شيء ونوقف. أنا بدي تفاعل منكم. لا دكتور يعني ما راح تزبط. ليش؟ إنه أسأل يعني إذا نحط الأنتنة زي ما أنت حكيت إنه في غرب أوروبا وشرق أمريكا يعني، فكمان السكاي بتطلب إنه يكون في على ارتفاع أعلى عشان أقدر يوصل ال. لا ما الأنتنة ما حط على الأرض. الأنتنة في السكاي ويف توضع على الأرض بس توجهها توجيه للأعلى، يعني ما يحتاج ترفعها بس توجهها بزاوية معينة. هذا أخذتوها المفروض أنه إحنا درسناها في 347، توجهها بزاوية معينة، وأنا متذكر أنه أخذناها الماكسيموم يوزبل فريكونسي، أنا درستها
اكثر مره وكنا نستخدم ماكسيم يوزر فريكوانسي للسكاي ويف، مش عارف ليش ما اخذتوها ولا هو انا يعني لسه بعدني انا ما اخذنا هذا الموضوع. لا قصدي اللي اخذوا اللي اخذوا ممكن يكون عارفين هذا الكلام، يعني وجه سموها زاويه الاطلاق فايرنج انجل، يعني ترسلها بزاويه معينه تصطدم بالاينسفير ترد الارض تصل مسافه 4000 بكل سهوله ما في مشكله. بس هو العيب في الاينسفير انه يتغير باستمرار حسب موقع الشمس نوت ريلايبل، يعني هو الاينسفير مرتبط بالشمس، فاذا غابت الشمس تظهر طبقات غيب طبقات، فهو نان ان ريلايبل. صحيح يستخدموه في يسموه شورت ويف راديو، لا لازال في عندنا شورت ويف يو تسمع محطات بث من امريكا في الشرق الاوسط او من اذاعه لندن من بريطانيا تسمع في الشرق الاوسط باستخدام شورت ويف، بس لها اوقات يقول لك هذا البث من ساعه كذا الى ساعه كذا وبعدين يتغير. الاينسفير از نوت ريلايبل، فصعب يستخدموه للمكالمات التليفونيه بجانب الباور العاليه ايضا نحتاجها للترانسميتر سايد، لو ترسلها للاينسفير الاينسفير يمتص جزء منها ويعكس الباقي، فايضا عمليه تقنيه تكنيكال راح تكون عمليه صعبه. اذا لا سكاي ويف ولا سيرفيس ويف ولا سبيس ويف تصلح معنا لتامين مكالمات هاتفيه، ما هو الحل؟ الحل انه مدوا كيبل كوكسل كيبل 1955 بتقريبا 50 مكالمه كلف عشرات الملايين، بعدين بال 1960 فكروا في الساتلايت اللي راح نبدا فيه في المحاضره الجايه. اي سؤال شباب؟ لا تمام دكتور. الله يعطيكم العافيه، والله راح افلس في المحاضره الثانيه صوتي بح مش عارف ايه محاضرتين ورا بعض. في امكانيه الواحد نقدمها المحاضره؟ ايش دكتور؟ نقدم المحاضره في امكانيه في سلوت؟ اه دكتور في امكانيه. ولا ماخذين انتم مساق ثاني قبل هذا؟ دكتور في شو اسمه اتوقع في طلاب يمكن يكونوا منزلين ماشين. خلاص خلينا على ماشي، خلاص خلينا على الموعد هذا، الله يعيننا على الفصل هذا. طيب نشوف ان شاء الله يوم دكتور ممكن في امكانيه. نعم. دكتور ممكن مساق الار اف سيركت انه تقدر تقدمه ساعه ونص، يعني في حال وافقوا الطلاب اتوقع ما حيكون عندهم مشكله. والله راح اسالهم اذا في امكان، انا ما بدي اكون ورا بعض يعني صوتي يعني تقريبا تعبان من الليل، راح اسالهم على كل حال. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. نشوف يوم الاثنين القادم نبلش ببقيه المقدمه. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم. Ahem.